يعني زي ما قالت لنا ليندا في البداية، وأنا محب الشتاء وبقولها بكل صراحة، لكن ليندا فاجئتنا وقالت لنا إن في ارتفاع في درجات الحرارة هيبدأ من النهاردة، عشان كده نروح نعرف تفاصيله من ليندا. اتفضلي يا ليندا. وهيكون مستمر معانا لحد حوالي يوم الاثنين. خلاص يا ليندا كفاية كفاية. يعني بقول أنا من محب الشتاء، مش لازم خلاص يعني. حابة أتأكد عليك المعلومة بس. حبيت أطمنك. ربنا يطمنك، اتفضلي. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع إنه النهاردة هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والطقس هيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون برد على الأنحاء كافة، وفي النهاردة الصبح شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 25 والصغرى بتسجل 16، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 14، سيوة العظمى 25 والصغرى 11، بورسعيد العظمى 24 والصغرى 15، دمياط العظمى 24 والصغرى كمان 15، الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 12، والسويس العظمى 26 والصغرى بتسجل 13. هنروح لعريش العظمى فيها 24 والصغرى بتسجل 15، طابة العظمى 24 والصغرى 16، سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 8، شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 20، الغردقة العظمى فيها كمان 28 والصغرى بتسجل 18، الفيوم العظمى 25 والصغرى 15، بني سويف العظمى فيها كمان 25 والصغرى بتسجل 14، المنيا العظمى 26 والصغرى بتسجل 13. هنروح لأسيوط العظمى فيها 26 والصغرى بتسجل 12، سوهاج العظمى كمان 26 والصغرى 12، قنا العظمى 27 والصغرى 12، الأقصر العظمى فيها 28 والصغرى بتسجل 12، أسوان العظمى 29 والصغرى 13، الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 11، شلاتين العظمى 27 والصغرى 17، وأخيرا حلايب العظمى 25 والصغرى بتسجل 18. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وجمانة عشان يكملوا بقية فقرات. صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا ليكي ليندا.